البطالة. هنا تدخل العشوائيات، هنا تدخل سوء إدارة ما يتعلق بالرعاية الصحية وما يتعلق بالتعليم. هذا شأن مش رئيس الدولة فقط ولا الحكومة فقط، هو شأننا جميعا، شأن المجتمع، أن نعالج هذه الأمور ونعالجها بقوة وبإقدام وبحلم. ويجب أن نضع هذا الأمر على رأس أولوياتنا، معالجة الفقر ومعالجة البطالة. وأنا أعتقد أن أي سياسة اقتصادية إن لم تعكس النجاح في هذا الإطار لا تكون سياسة ناجحة أبدا. زي أما السؤال عن كرامة، اسمح لي حضرتك، السؤال عن كرامة المصري في الخارج مرتبط أيضا بمعاملة السفارات ومعاملة يعني خدمة المصريين في الخارج مسؤولية أساسية للسفارات والقنصليات. وأنا كنت بنادي دائما أن لمصر سياسة خارجية وجنبها سياسة تتعلق بالمصريين في الخارج، يعني مش الخارجية لا، هم سياسة تتعلق بالمصريين في الخارج. حصل لسوء إدارة مصر في السنوات الأخيرة أن تضاعف وتضاعف عدد المهاجرين من الشباب لأي وظائف الخارج. لم تستطع الحكومة أن تدربهم لأن ما كانش عندها سياسة. فعلى السفارات فعلا أن تضع موضوع خدمة المصريين في الخارج على رأس جدول أعمالها واهتمامها. للأسف الكثيرون يعني عايزين يسألوك عن موقفك من مبارك الأب والابن أيوة أنا جالي هذا السؤال. وهناك من ذكر طب ما هو عمرو موسى كان وزير في هذا النظام. أي نعم، أنا كنت وزير الخارجية من 91 إلى 2001، إنما أنا كنت وزير خارجية مصر، وزير خارجية هذه الدولة، هذا البلد. والأداء والمواقف اللي اتخذها وزير الخارجية في هذه الفترة هي التي تحدد كيفية تصرفه وكيفية الحكم عليه، لأنه أنا مش مولود امبارح ولا حد فيكم مولود امبارح. احنا عايشين شو كام سنة، يعني كنا يا إما نحكم عن خدمة مصر في أي مجال من المجالات أو ندخل لما نعمل الشيء الصحيح ونتخذ المواقف الصحيحة ونخدم مصر الخدمة السليمة. أنا بعتقد أنني من ضمن هؤلاء الذين خدموا بلدهم بكل إيمان وإخلاص ولم يحد أبدا عن ذلك ولم ينافق ولا اشتغل لخدمة لا واحد ولا أسرة ولا عائلة. صراحة والحديث المباشر فيما بيننا هو الباب للتفاهم والتقدم، مش كلام تاني يعني. لو سمحت ولا أرجوكم خلاص هنسمع علاقة السيد عمرو موسى بنظام الحكم السابق. لا لو سمحت احنا مش في مجال لهذا السؤال. أنا أود أن أكون واضح وصريح جدا معك. أتكلم على السؤال الثاني أولا ثم السؤال الأول. شوف يا ستي، أولا أنا بشكرك على السؤال ده لأنه عارف أن السؤال يتردد وأحب أجاوب عليه. السؤال الثاني أولا، أنا لما زرت التحرير وشاركت فيه مرتين طرأت في اليوم التالي أنه أنا رحت عشان التهدئة، ولا أنا اندهشت جدا من الخبر وكيف يوضع مصورا
غير حقيقي. انا كنت هناك وكثيرون كان هناك وهذا لم يحدث. وانما اود ان اقول حاجة ثانية. دي ايماني لهذا. ايماني لهذا. انها ما هياش هوجة عشان تهدأ. دي ثورة. وانا فاهم انها ثورة. ومن اوائل الناس اللي تحدثوا عن الثورة. ومن ثم ما كانش ممكن ابدا اني اروح عشان اهدي. هو كان في حد بيسمع حد. انا اتكلمت واتكلمت كلمتين اتنين. لما المجموعة اللي انا وصلت دخلت فيها. مجموعة كبيرة جدا. كانوا يقولوا يسقط فلان ويحيى فلان. فانا قلت لا لا ده اقول اهتف ورايا. تحيا مصر. وهذا يقولون تحيا مصر. والكل هدف تحيا مصر. ولم يكن هناك ابدا اي كلام لا عن تهدئة ولا عن تهييم ولا عن شيء من هذا الطبع. الان السؤال الاول. السؤال الاول. اسمعوا الثورة لانه الحقيقة ضروري من شرح هذه الامور اللي وضعت وكانها ويل للمصلين. في السؤال في المحور كان الموضوع ايه؟ كان الترشح. هل انت تترشح قدام حسني مبارك؟ قلت له لا. ليه؟ لان المادة 76 لا تسمح. طيب اذا كان ده ما يسمحش انتخب مين؟ حسني مبارك ولا جمال مبارك؟ انا قلت لا في الحالة دي لان المادة 76 لا تتحدث الا عن مرشحين اثنين. ومن ثم اقول ان الاب افضل من الاب. انا صوت الكلام. هكذا كان الكلام بالاول وهكذا كان اجابتي على السؤال الثاني. انا لا اريد ان اصبح مبارك الجديد. ومش ممكن حد يصبح مبارك الجديد. ولا يجب ان يصبح احد مبارك الجديد. نحن نريد ان نقيل العقرة المصرية. نحن نريد ان نعالج الوضع المصري. نحن نريد ان تكون هناك مصر جديدة زي ما قلت. مصر اخرى. اما ان يكون هناك احد اسمه مبارك الجديد فانا مش انا. لقد يغفر جمال مبارك انها مش انا. لا احد يريد ان يكون مبارك الجديد ابدا. الاخوان المسلمين. هذا جزء من المجتمع المصري. ولا يمكن للمجتمع المصري والحياة السياسية الجديدة ان تسير على اساس العزل او الاستبعاد. يجب ان يكون الكل موجودين مشاركين قادرين على الاسهام في الحياة السياسية المصرية. ومن هنا ارى ان مشاركة الاخوان المسلمين مهمة وان برنامجهم اللي بيوضع امام الناس بكل صراحة وشفافية سيكون الحكم عليه للمصوتين للناخبين للمجتمع المصري. ومن ثم لا عزلة وانما المطلوب انه احنا نراقب نتابع وان نختار ما نريد من الاحزاب سواء السياسة مستندة الى الدين ام سياسة مستندة الى امور اخرى. المهم اننا نبعد عن موضوع استبعاد اي قوة من القوى السياسية الموجودة في مصر. الحكومة القادمة بل المناصب العليا القادمة يجب ان يشارك فيها الشباب. يجب ان يكون في نسبة للشباب. مش ان الشباب يبقى وزير الشباب. انما لا وزراء خدمات ووزراء اخرى. لا انا بعتقد انه قادم قادم. وكذلك المرأة في هذا الاطار. هذا رأي. المرأة والشباب يجب ان ترتفع نسبة اسهامهم ومشاركتهم في المناصب العليا في الدولة. تفضل يا سيادة الأمين عاكس. ماذا فعلتم في المبادرة العربية والسوق العربية وموقفكم من العراق؟ لا تفعل الدولة الجامعة العربية ولا الخارجية العربية إلا كندامي. نشيب وندين. هذا فقط ما تفعله الجامعة العربية والوزارة الخارجية العربية. ماذا أبدا. أنا أرى أنك مخطئ وأن لسه بشرح لك العراق. ما كملت سؤالي بالفضل. لم أنتهي من سؤالي. وإيه اللي حصل كمان في الصومال دلوقتي؟ الصومال الحرب الأهلية في الصومال والسودان اتقطع من السودان كل حد فرنسا. وإحنا ما عندناش موقف غير إحنا ندين ونسكت. ده مش موقف. ليه حضرتك ما استقلتش 10 سنين وزير خارجية 11 سنة وزير خارجية و10 سنين أمين عام الدول العربية و10 سنين سفير وفي الوزارة الخارجية هناك مخصوميات كثيرة مش هتكفيها.
لانه من محسوبي حضرتك في وزاره الخارجيه صفر على المعاش، وصفر موجودين الان يعرفون ان في محسوبيات وزاره الخارجيه، واللي حضرتك ما فيش صفر. حضرتك اتكلمت، ايه اللي حصل في المفاعل النووي الاسرائيلي؟ حصل في حاجه؟ لا. ايه اللي حصل في القصر بتوع 67؟ اتكلمتوا وعشتوا ونددنا.